تحل اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الكرة المصرية الكابتن صالح سليم، أحد أبرز أساطير الكرة المصرية، والذي ولد عام 1930 وانضم لمنتخب مصر لكرة القدم عام 1950. شارك صالح سليم في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية من خلال مجموعة من الأفلام المميزة، منها الشموع السوداء، السبع بنات، وتوفي في 6 مايو عام 2002.